الحقيقة انه كل الأذكرة عن الحادث، بابا ما كانش بيحب يتكلم فيه، ما كانش بيحب يذكره. يعني اظن دي كانت نقطة ضعفه، فما كانش ابدا بيحب لا يقولها ولا يبينها قدام حد. كان بيتكلم في بسام، في جيفارا، بيحب يحكي عنه، بيحب يشكر في مامتي وفي شخصيتها وفي قد ايه كانت ست قوية في ظروف حرب، في تربية ولاد، في اعتمادها على نفسها. وهو دايما من الناس اللي بتدعم الست انها تكون ست قوية وقد نفسها وتشيل مسؤولية، منصف جدا لحقوق المرأة. يعني كان لو حاولنا نجيب سيرة الموضوع بحسه مش بيقدر. هو عمره ما عيط، عمره ابدا ابدا ما اذكر في موقف، يعني ممكن كان يتأثر، يبان عليه شيء من التأثر، يبقى غاصص كده في نفسه. فلو جت سيرة بسام او موقف معين يفكروا بيه بياخده على نفسه، بيبقى باين عليه، ممكن دموع تنزل من غير ما يلفت نظر اللي حواليه. كان دايما بيحاول يوصل لنا صورة ان انا شخص قوي، انا متماسك، انا قد نفسي، في امل في الحياة. طول ما احنا عايشين في امل، في امل ان فلسطين هترجع، في امل انه الحياة هتكون في حاجة احسن مستنيانا. رضا، كان عنده رضا غريب، كان عنده رضا بيفاجئنا كلنا بيه الحقيقة. رضا باللي حصل، ورضا باللي بيحصل، ورضا باللي جاي. كان في الخمسينات بعد الاتفاقيات اللي حصلت بخصوص غزة وأريحة، زار راح رام الله، وبعد كده راح حكى لي إنه راح صلى في المسجد الأقصى، وراح زار كنيسة القيامة، وقدر يوصل للشارع اللي كان فيه بيته ويتمشى هناك. طبعا وهو بيحكي كان مليان بالمشاعر المتضاربة، لأنه كان مبسوط ومكسور، يعني كان مشاعر مختلطة. يعني انت مبسوطة قوي بإن انت لأول مرة بعد كل العمر ده، وبعد ما كمان والدته ووالده كانوا خلاص اتوفوا، فان هو رجع تاني هناك مكان كان سابه وهو عنده 8 سنين، وفي نفس الوقت لسه فلسطين ما اتحررتش، فأكيد كان نفسه يرجع لها وهي متحررة كليا ويقف فيها كده وهو احنا رافعين علم فلسطين زي ما بيقولوا. فطبعا كانت مشاعر متضاربة. يدفن في فلسطين، يعني احنا ان شاء الله بإذن الله تعالى يكون لينا يا رب ترجع فلسطين، وان شاء الله هناخد رفاته بإذن الله تعالى يدفنه هناك، وان شاء الله جنب ياسر عرفات، عشان هو الحقيقة كان بيعتبره والد ليه، و يعني كان قدوة، كان احنا كان ما كانش بنديه غير بالوالد. فانا ان شاء الله يعني لو عندنا حلم هيكون انه ان شاء الله ياسر عرفات يدفن هناك بإذن الله تعالى، والوالد كمان. طبعا ياسر عرفات في غزة، مش في القدس.